عاشوراء الاثم محمد عبد الرحمن والسماني الصاوي. محمد عبد الرحمن يلعب الكرة مباشرة خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد. محمد عبد الرحمن يسجل هدف التقدم ويجعل المريخ إلى الآن في الأمان بضربة ثابتة على طريقة كريستيانو رونالدو وعلى طريقة ديماريا في التسجيل. هنا الفرحة والاحتفالية، هنا الفرحة مع سمان الصاوي ومحمد الرشيد وكليتشيو سونو على يسار الحارس فطاح سيف الدين في هذه اللقطة وبهذه الإعادة يفشل فطاح في التسجيل وفي الإبعاد في اللقطة. يتقدم بهدف كليتشيو سونو في الدقيقة 30. إبراهيم جعفر يلعب لمحمد عبد الرحمن، تلاقى لمحمد حاول يلعب كورة محمد. هدف مريخي ثاني، هدف مريخي ثاني لمحمد عبد الرحمن في الدقيقة 41. في الدقيقة 41 محمد عبد الرحمن يضع الكرة في المرمى ويسجل هدف مريخي ثاني. احتفالية مع سمان الصاوي. ورقة صفراء لمحمد عبد الرحمن. هدفين للمريخ دون مقابل للأهلي. هنا في رمضان عجب يكمل مسيرة نجومية اسم العجب في المريخ. انطلاقة في الأمام، تقدم وانطلاقة للاعب ومحاصر العكسية من العجب، خطيرة مع كوسة في المرمى، جول! هدف مريخي ثاني هذه المرة عن طريق محمد عبد الرحمن، هو من تابع وكمل عكسية العجب داخل الشباك ليعلن عن هدف ثاني لفريق المريخ في هذا اللقاء مع احتفالات جماهيرية كبيرة داخل ملعب المريخ. إذن هدف ثاني عن طريق محمد عبد الرحمن الذي كان في متابعة للكرة الملعوبة من رمضان عجب وكمل داخل الشباك. دقيقة 16 هدف اللاعب محمد عبد الرحمن في شباك هلال الأبيض. هناك حديث من لاعبي هلال الأبيض في وسط الملعب، في حديث مستمر حول العودة في اللقاء. ماذا يجري؟ حديث من اكرم هذه السليمه على لاعبي الاوروبي. يعود لمحمد الرشيد متوسط الميدان، ملعوب الان، محاوله للمريخ، محمد عبد الرحمن محاوله مرت وركله جزاء، ركله جزاء لمصلحه فريق المريخ، ركله جزاء لمصلحه فريق المريخ بعد كره بينيه كانت ممتازه اتجاه محمد عبد الرحمن، توغل صوب باتجاه المرمى، خروج حارس المرمى والتدخل كان موجود وحمود شانتي مصلحه فريق المريخ. محمد عبد الرحمن او من المنافس هو محمد، نعم محمد عبد الرحمن ميدو او الغربال كما يحلو للمحبين والعشاق، اللاعب الذي يشجع ريال مدريد ومعجب بكريستيانو رونالدو. محمد عبد الرحمن جول لمصلحه فريق المريخ، هدف اول لمصلحه فريق المريخ، هدف اول في 20 دقيقه لعب من عمر الشوط الاول ينجح محمد عبد الرحمن في الوصول للشباك. هدف اول لمصلحه فريق المريخ. قطره بالمنقلب المثلث بكل ادوات القياس لبكر المدينه، ولكن المدينه هي كره لمتابعه لفرصه من جديد لمحمد عبد الرحمن. من محمد عبد الرحمن، اذا محمد عبد الرحمن ينجح في الوصول للشباك ويسجل ثاني اهداف هذه المباراه في 45 دقيقه من عمر الشوط الاول. اذا الهدف الثاني ياتي وسط تطبيق، وسط تشجيع مؤازر، فرحه كبيره بالنسبه للجمهور المريخ الحاضر المتابع المشجع المؤازر. لاحظ اللقطه اللي على، لاحظ البينيه كانت ممتازه، لاحظ اللقطه من التسجيل لبكري، عادت الكره والمتابعه لمحمد عبد الرحمن اسكنها الشباب. هذا الهدف الثاني لمصلحه فريق المريخ. لاحظ مرور كان ممتاز، نقلة كانت ممتازة، بينية كانت رائعة من التس لبدر المدينة، واجه الحارس، خرج منير الخير، عرض الكرة بالتالي بكرة الزومة، الزومة يعود بكرة لمنير الخير، محاولة الإبعاد وكرة خاطئة تعود لمصلحة اللاعب إبراهيم تصيبه! حاول كلاتشي ولم ينجح،
ولكن جاء محمد عبد الرحمن وسجل الهدف الخامس بالنسبة لفريق المريخ. إذن هاتريك بالنسبة لمحمد عبد الرحمن من خلال هذه المباراة، 5 أهداف دون مقابل. المريخ يتجلى ويبدع ويمتع ويسجل 5 أهداف كاملة في لحظة، في لمحة، في خطأ كان من قبل الحارس منير الخير على الكورة كلاتشي وسونو. لاحظ حاول الإبعاد ولكن الكرة مرت على كلاتشي، كلاتشي حاول يقف، صوب كرة جاءت لمحمد عبد الرحمن على طبق من ذهب بل على طبق من الماس، وجد المرمى خالي وسجل الهدف الخامس بالنسبة للمرسايد. شوف روعة الهدف مع جرهام أحمد بريمة في الإعادة الماضية، والهدف كان جميل والهدف رائع، هدف خامس بالنسبة للمريخ، 3 أهداف لمحمد عبد الرحمن وهدف لبكري وهدف للسمان الصاوي. نتحول الآن حافظ على الكرة داخل منطقة الجزاء، يعود لأحمد حامد التيش يعكس كرة حمد الرحمن، هدف ثاني لمصلحة المريخ من محمد عبد الرحمن. العكسية أحمد حامد التيش يضع الكرة في المرمى برأسية على يسار الحارس عبد الله الشبيلي، أول أهداف محمد عبد الرحمن في فريق الرابطة كوستي بشعار المريخ، يسجل في الدقيقة الثانية محمد عبد الرحمن، هدف ثاني للمريخ على يسار الحارس عبد الله الشبيلي من عكسية هذا اللاعب أحمد حامد التش، يضع محمد الكرة في المرمى، هدف للمريخ، هدف ثاني للمريخ بعد هدف محمد هاشم التكت الذي أنهى به شوط المباراة الأول للمريخ. إذن محمد عبد الرحمن بشعار المريخ يدخل غائمة لاعبي المريخ الذين سجلوا في مرمى الرابطة كوسي لمصلحة فريق المريخ. نفذ الكرة ولكن هدف أول لمصلحة فريق المريخ من خلال الكرة الماضية، من خلال المخالفة الماضية، لم نشاهد لقطة الهدف لانقطاع تاك كهربائي من شاشة المعلق من اللقطة الماضية لكرة تحولت داخل المرمى، هدف أول لمصلحة فريق المريخ في لقطة ومحاولة. تشاهد الإعادة، أتمنى نشاهد الإعادة مع هيثم محمد نور. من سجل يا هيثم؟ من سجل للمريخ؟ هو محمد عبد الرحمن في كرة سكنت الشباك، هدف أول مريخي من مخالفة لمصلحة فرصة فيها جول. المريخ العاصمي، المريخ العظيم، ملك الكرة والزعيم هنا في السودان في قلعة شيكان، يعزف أحلى الألحان، كوكب يا النجمة الآسر جمالك ويا عروس الرمال، كيف حال هلالك بهذا الهدف الأول لمحمد عبد الرحمن، 1-0 للمريخ، يفتتحها المريخ، هدف وجول، جول قال لمحمد عبد الرحمن، لمسة من بكر المدينة، محمد عبد الرحمن وجه لوجه من تومان مع الحارس أحمد عبد العظيم. رمضان عجب، ممادو الأمين لرمضان عجب من جديد، يمر للتش داخل منطقة الجزاء، ملامح حجم خطر المريخ، التش يلعب كرة عكسية والراسية، محمد عبد الرحمن هدف روعة يسجل في مرمى الأهلي شندي، الهدف الثاني للمريخ من كرة عكسية للتش، وذكرت أن فيها خطورة للتش، استلم داخل منطقة الجزاء، لعب كرة لمحمد عبد الرحمن، سجل محمد الكرة الملعوبة من جانب التش لمحمد عبد الرحمن، استلم على الصدر وصوب بقوة، هدف ثاني لمصلحة فريق المريخ لمحمد عبد الرحمن. إذن القربال يعود من بعيد للمريخ في المباراة ويسجل الهدف الثاني لفريق المريخ. محمد عبد الرحمن سجل هدف لفريق المريخ، هنا الاحتفالية الكبيرة جدا للاعبي المريخ والجهاز الفني وتيش، مكسب كبير جدا هذا اللاعب. أمير كمال يمر لأمير كمال، مرور لأمير، رمضان عجب يلعب للتاج إبراهيم في انطلاقة وصعود، التاج يلعب عكسية، محمد عبد الرحمن
هدف روعة 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 ينجح في تسجيل الهدف الأول للمريخ في شوط المباراة الأول. محمد عبد الرحمن يصل بأهدافه ل 12 هدف في روليت المنافسة. انطلاقة لأستاذ إبراهيم والعكسية محمد عبد الرحمن لاعب كرة داخل المرمى. شاهدت الإعادة من جديد. هدف في مرمى عبد الرحمن مختار من عكسية أستاذ إبراهيم. عمل الطلعة الهجومية للتاجر. سلام يا سلام. لعبت كرة عالية. أمر لجمال سالم من اللاعب مبارك الدقل. بكر المدينة. سلام والعكسية تجاه محمد عبد الرحمن. محاولة خلاص الكرة. تمر الكرة لركلة ركنية أولى. خلص اللاعب رقم 20 مبارك الدقل إلى ركلة ركنية. نصعد المريخ. ركلة ركنية لمصعد المريخ على يمين الحارس عبد الرحمن مختار. أحمد آدم يلعب كرة عكسية والراسية. يا معلم يا معلم روعة روعة روعة. هدف روعة للاعب فنان للاعب جميل. سجل الثاني من عكسية أحمد آدم وأحرز الهدف الثاني. وصل ل 13 هدف. وصل ل 13 هدف في روليت المنافسة. هنا الإعادة. رأسية تساوى مع محمد موسى في الهلال. محمد موسى في أهلي الخرطوم. محمد عبد الرحمن في المريخ. 13 هدف لكل لاعب في الدوري الممتاز. كرة تمر سريعة البيجا. الماضية عاشت الكرة السودانية ديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية. انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم وفازت مجموعة إصلاح والنهضة بقيادة الدكتور كمال حامد شداد وبقية العف في الاتحاد السوداني لكرة القدم. محمد عبد الرحمن مع أمنيات التوفيق للقائمين على أمر الرياضة في بلادنا. محمد الرحمن يلعب كورة. جول جول. هدف روعة. هدف من جديد. خامس للمريخ. وهاتريك لمحمد عبد الرحمن. هاتريك لمحمد عبد الرحمن. يصل بأهدافه ل 14 هدف في الدوري الممتاز. تساوى مع محمد موسى ومع أيضا محمد موسى لاعب الأهلي الخرطوم ومحمد موسى لاعب فريق الهلال في صدارة الهدافين. احتفال بطريقة خاصة للاعبي المريخ محمد عبد الرحمن ومباشرة في المرمى. هدف خامس وثالث لمحمد عبد الرحمن وخامس للمريخ في المباراة. يصل لأهدافه كما ذكرت 14 هدف مع المريخ. ينافس ويزاحم محمد موسى البلدوزر ومحمد موسى لاعب الأهلي. محمد المصطفى الغربال. يا ولد يا ولد يا ولد. يسجل هدف العودة للمريخ في الكرة الماضية من خلال ركلة جزاء. هنا الجمهور الذي فرح في الكرة الماضية ينظر فقط ويتعجب. هنا الغربال على يمين الحارس محمد المصطفى يسجل هدف العودة للمرمي الذي يحاول البحث عن الثغرات عن التمريرة عن التسجيل عن محمد عبد الرحمن. يا ولد يا ولد يا ولد. الغربال يسجل هدف ثاني لمصلحة المريخ في الكرة الماضية. أتحدث عن البحث عن الثغرات وياتي هنا الرد من محمد عبد الرحمن الغربال
يسجل الهدف السادس عشر لمصلحته والثاني للمريخ من خلال هذه الكرة. إذن المريخ عن طريق محمد عبد الرحمن، هنا الفرحة، هنا الفرحة وهنا الإعادة بامتياز. يلعب الكرة من فوق محمد المصطفى، هنا تأتي لمصلحة المريخ الثانية، ولا كانت لمصلحة مريخ نيالة ومحمد عبد الرحمن. والسيناريو لركلة الجزاء الماضية كالعادة والمعتاد لمن الحديث، محمد عبد الرحمن ومحمد المصطفى على الخشبات الثلاثة. وهنا النظرات تأتي من الجمهور العاشق والمحب والتمنيات لكل تمني محمد اللغربان، والهدف والهدف الثالث يأتي لمصلحة المريخ من خلال الكرة الماضية. هنا الفرحة، هنا الفرحة على الطريق الخاصة لمحمد عبد الرحمن، ينفرد في الصدارة بالهدف السابع عشر باليمين على يسار الحارس لمصلحة فريق الأمل داخل الصندوق، وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق المريخ من جانب حكم المباراة محتج عبد الباسط. كرة ربما لمست ليد المدافع في اللقطة الماضية، محجوب محمد ومحمد محجوب ليحتسب حكم المباراة مباشرة ركلة جزاء لمصلحة فريق المريخ، وبالتالي يسنح للمريخ لتسجيل أول أهداف هذه المباراة واحتجاج اللاعبين مع حكم المباراة والحكم الدولي محتاج عبد الباسط ومحمد عبد الرحمن. طبعا هداف المريخ سيكون منفذ ضربة الجزاء من خلال الدقائق القادمة، وصدح شيخ الدين في تهدئة للاعبين داخل أرضية الملعب، ومحمد عبد الرحمن نعم هو المنفذ لركلة الجزاء لمصلحة فريق المريخ. محمد عبد الرحمن بوب. جماهير المريخ بتنفيذ ركلة الجزاء ومهاجم فريق المريخ وهداف الدوري ممتاز برصيد 17 هدف، يزعت طبعا للوصول لهدف رقم 18 من خلال شركات المريخ في الدوري الممتاز. ركلة الجزاء للمريخ مع محمد عبد الرحمن وصداح شيخ الدين في المرمى، محمد وصداح سجلت ركلة الجزاء في فريق المريخ نيالة. محمد عبد الرحمن في انتظار تنفيذ هذه الركلة، في انتظار التنفيذ محمد عبد الرحمن وصداح شيخ الدين، ركلة جزاء مريخية، استاذ عبد الباسط يطلق الصافرة ومحمد عبد الرحمن يتقدم، محمد عبد الرحمن جول لمصلحة فريق المريخ عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن في شباك الحارس صداح شيخ الدين حارس فريق الامل عطبرة، من ركلة جزاء نفذت في كرة ملعوبة على يمين صداح شيخ الدين، اعلنت اول اهداف هذه المباراة لمصلحة محمد عبد الرحمن مهاجم فريق المريخ، يصل بأهدافه ل 18 هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز. إذا المريخ يتقدم على فريق الأمل عطبرة من خلال هذه اللحظات بهدف اللاعب محمد عبد الرحمن. نشاهد في الاحتفائية المريخية واحتفائية اللاعبين مع أيضا الجماهير التي بدأت تتفاعل، الجماهير التي بدأت تصيح وتشجع وتؤازر وتساند احتفالا بهدف محمد عبد الرحمن الذي عادل المختار. محمد عبد الرحمن يسدد، جول 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 جول، هدف ثاني، هدف ثاني للمريخ ولمحمد عبد الرحمن. نعم احتفالية خاصة، محمد عبد الرحمن يدون الهدف رقم 19 في بطولة الدوري هذا العام، ويسجل في المباراة، نعم في آخر 7 مباريات سجل 11 هدف، إذا بما فيها اليوم مباراة المباراة الثامنة يسجل محمد عبد الرحمن 12 هدف في آخر 8 مباريات بما فيها مباراة الليلة، نعم من ضمنها 3 هاتريك. محمد عبد الرحمن كالعادة يسجل داخل المريخ مرة ثانية، استعيدة رمضان لبكري المدينة، يمشي بكري وبكري مر كرة للاعب محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن والحارس خالي المنطقة، محمد محمد محمد، يا جول يا جول، با 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 زلزال زلزال زلزال، ومحمد عبد الرحمن يدور الهدف رقم 20، نعم نعم نعم، 10 في 2 في 20، ومحمد عبد الرحمن يسجل، نعم نعم،
محمد عبد الرحمن ثنائية شخصية في هذه الليلة، ليلة خاصة لمحمد عبد الرحمن. الله الله عليك، تسلم رجلك يا زول يا زول يا فنان. محمد عبد الرحمن بذكاء وين وين لفاها موزة موزة بعيدة عن متناول الكور الذي وقف يتفرج عليها، هدفا مريخيا خامسا، هدف على أروع ما يكون. أي الأهداف تختار كمان؟ أي الأهداف أحلاها؟ هل على الطائر من بكري أم بحركة من ماماد اللمين؟ وبعد ذلك لفها وين موزة موزة بعيدة في سقف المرمى، وفي نفس الزاوية محمد عبد الرحمن لفه واستدار ولفها موزة. حمدان محمد موسى جوزيف في المقدمة الهجومية، هنا برضه من تحت فريق المريخ. الهدف الأول، الهدف الأول من تحت فريق المريخ في أول الدقائق مع أول دقيقة. محمد عبد الرحمن صاحب 20 هدف يصل للهدف رقم 21 في لقطة، في لمحة، في لوحة، في لوحة. الغربال محمد عبد الرحمن يسجل أول أهداف هذه المباراة مع فرحة جماهيرية في مدرجات شيخ الاستعداد الذي امتلى على الأخير هدف مباغت مع هدف أول من ريكي. نشاهد الاحتفالية مع الجماهير العريضة الحاضرة والمتابعة داخل الملعب. هنا محمد عبد الرحمن مع التاج إبراهيم مع احتفال مع الزملاء هنا في ملعب استاد القصور. نشاهد الإعادة، شوف اللقطة، التصويبة مرت على يسار الحارس منير الخير. هدف أول من ريكي، اللاعب الذي سجل آخر ثلاثة هدف، أول هاتريك لو كان في مرمى الأهلي الخرطوم، الآن يسجل أول هدف في هذه المباراة، يوصل بأهدافه إلى 21 هدف في المنافسة الدولية للترتيب بالنسبة للهدافين، مع توجيهات هنا من محمود شاتر من طرف المدرب، ربما أحمد النور مدرب الحراس، توجيهات صارمة من محمود شاتر حكم متوسط الميدان. طبعا الأهلي الخرطوم في ظل غياب المدرب البرهاتي الذي احتضر مواصلة المشوار مع فريق الأهلي، يحتاج مع البداية الصف طبعا لأحمد النور حكم المباراة يتوقف ويوقف اللعب حتى يخرج المدرب خارج الملعب. توجيهات كانت موجودة، وهنا التوجيه أيضا لجوزيف، جاء جوزيف إلى أرضية الملعب. سباق هو محمد عبد الرحمن وأمير كمار، أمير الذي سجل آخر أهداف أمام فريق الأمل من ضربة ركنية، كرة تتحول ركنية داخل الصندوق، محاولة رأسية، جول لمصلحة فريق المريخ. والرصة الاحتفالية بين صلاح نمير وبين محمد عبد الرحمن وصل بأهدافه إلى 22 هدف، يسجل الثنائية ويحتفي مع الأنصار مع الجماهير مع العشاق. هدف جميل، هدف لوحة رغم قصر القامة، ولكن صعد ويرتقى وصوب كرة رأسية في الشباك الأهلاوية يعلن الهدف الثاني المريخي. شوف ولاحظ اللقطة والمتابعة، الرأسية مباشرة في السقف يا منير الخير، في السقف يا منير الخير. صعبة 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 الرأسية، محمد عبد الرحمن يصل ل 22 هدف بعد هدفين اليوم، كان 20 هدف اليوم يصل للهدف رقم 22. هنا اللقطة، هنا الرأسية والهدف في الشباك، والكرة تحولت إلى المرمى مع احتفائية موجودة ورقصة كانت مع صلاح نمير.